اختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقبرة. قال بعض العلماء يسن للمرأة أن تزور المقبرة، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في مستدرك الحاكم زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله ابن أبي مليكة: أليس نهي عن هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: بلى، نهي عن ذلك، ثم أمر بزيارتها. وفي لفظ آخر قالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذه اللفظة يضعفها الألباني رحمه الله، ولكن ابن القيم رحمه الله يقول عنها في تهذيب السنن، يقول: هي اللفظة المحفوظة. لكن ما الجواب؟ أن زيارة عائشة لقبر أخيها يجاب عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن اللفظة المحفوظة عند بعض العلماء: لو شهدتك ما زرتك، فدل على أن زيارتها لسبب وليس على وجه الزيارة الحقيقية. لكن سلم بأن هذه اللفظة ليست ثابتة، فماذا نقول؟ وهو الوجه الثاني، نقول إن ابن أبي مليكة استدل عليها بالنهي ولم يستدل عليها باللعن، فقال: أليس قد نهي عن ذلك، ولم يقل: أليس قد لعن من فعل ذلك. ولذا أجابته أيضا بالإذن العام، إذ قالت: إنه قد نهي عن ذلك ثم أمر به، وتريد من ذلك حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الوجه الثالث يتفرع من هذا الوجه، وهو أن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ليس داخلا فيه النساء، وإنما هو للرجال فقط، فيكون حديث النهي عن زيارة القبور ثم الأمر به للرجال، وأما النساء فلهن دليل آخر أخرجهن من هذا، وهو: لعن الله زائرات القبور. في مثل هذه المسألة يقال إنه على افتراض أن هذا واقع من بعض الصحابيات كما في فعل عائشة، فيجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن أخاها لما قتل ولم تشهد الصلاة عليه ماذا قالت؟ لو شهدتك ما زرتك، فدل على أن لزيارتها سببا عارضا، وهو عدم شهودها للصلاة على أخيها. هذا إن سلمنا بأن هذه الرواية ثابتة، فالألباني رحمه الله يضعفها، وكما قلنا إن ابن القيم رحمه الله يقول هي المحفوظة. الأمر الثاني على اعتبار أنها ضعيفة، فإن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم أن فعل الصحابي لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهادات في غير هذه المسألة.